بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم الثاني في أيام العيد، كنتمنى تكونوا كدوزوا أوقات ممتعة مع العائلة ديالكم، وتوجدوا إن شاء الله صيام 6 من شوال. أنا اليوم صايم وغادي ندير واحد الجولة على السطح ونكتشفوا شي حاجة إن شاء الله. بسم الله ما شاء الله. أنتم كتشوفوا مشاهدينا الكرام النعناع اللي درنا ليه التقليم، ها هو بدا كيرجع إن شاء الله، والكراس تا هو رجع، ياك كلشي مزيان الحمد لله. دوزنا اوقات رائعه في رمضان مع هذه الزراعات الجميله جدا ما شاء الله. اي واحد التمره ديال رجل هنايا تبارك الله، وصلات نديوها نحيدوها. هذه بطاطس ايوا، هذه بخير ما شاء الله. انتم كتشوفوا مشاهدينا الكرام الباذنجان، الطماطم اللي كتحط العنقود ديالها، العنقود الاول ها هو لتحت، ها هو طماطم الكرزيه الخصمه. نقولش لكم ملفوف، غندير الحصاد قريب ان شاء الله، غادي نقدم لكم البصل رائع توالي الحصاد ديالو وصل. دا كيدير هذه هي الزهره ديال البصل، هنا كيجمعوا البذور، اللي بغى ياخذ البذور ديال البصل يخلي هذه حتى تجف وياخذ منها البذور ما شاء الله. خص فريزي ما شاء الله. هذا خيار بسم الله، واحد خيار هنا، واحد خيار ما شاء الله. هانتوما هانتوما شفنا الزراعه المنزليه، هذه نديو نفطرو بها. ها الاخرى جايه في الطريق رائعه، هذه حده طريه دابا. الطماطم هاي تاني جاية، حنا كنغرس غير شوية شوية باش نتقاسم معكم التجارب، مكنش نغرس كلشي بسم الله. وهنا كاين باذنجان ما شاء الله، هو خصنا خويت لي واحد البلاصة هنا كان فيها الثوم، درت لي الحصاد وجبت لي بلاصتو باش نخفف. هنايا كاين هنا كتير الباذنجان، وكاين شتلات ديال الطماطم حتى هما، دونك غنديرو لي التخفيف إن شاء الله. ديرو التخفيف باش تعطينا شي انتاج جيد، الا ما درتيش التخفيف ما يعطيكش انتاج جيد. اولا نسقيوه، نسقيوه ونحولوه، نحولو منه شي واحد شيشه ثلاث. نسقيو ديرو التخفيف، هادي قريبة. شوف هنا كاين بزاف، هنا قريبة، دونك نحيدو هادي، نحيدو من الجدر ديالها بشوية. هاي بسم الله ما شاء الله، هاي شتا ديال الباذنجان رائعة. نديو لهاد البلاصة هادي لهاد الحوض، ندير واحد البلاصة بسم الله توكلنا على الله، ندير واحد الحفرة مزيانة ونحطوها هاهي. نشوفو عاوتاني شي وحدة قريبة، ندير لها التخفيف. هنا كاينين هاهي، نحيدو هادي، هادي جات في الوسط هاهي. موجودين هاد الشتلات في الأسواق الأسبوعية ديال الباذنجان، ودابا وقت الزراعة ديال الباذنجان، زراعة صيفية هي، وزراعة مربحة، أتونسيون، زراعة مربحة الحمد لله. هاديك الباذنجان كطلع إنتاج جيد، أش باقي شوية هنا، هنا كاين الربيع نحيدوه، نديرو التخفيف، هادي صافي، المهم لي نط لي، المهم البطيشة غنحيدوها من بعد. هادي تاهي هنا، هاي وحدة هنا صغيرة، نحيدوها في هاد العصيص، نديوها لهنا، نحطوها ما شاء الله، بعد نسقيو. وهنايا غرست داك اللفت الألماني درت ليه الزراعة، نوري ليكم، عقلتو عليها هو هذا، درنا ليه الفيديو، هادو هما الشتلات ديال اللفت الألماني، إن شاء الله، حولتو لداك العصيص، حولتو لهنا. بقى عندي هذا فنشوف شحال نديرو، هاهو اللفت الألماني، هذا غنديرو فيه شي زرعة أخرى إن شاء الله، وجدنا في زرعة أخرى، هي طريقة فعالة باش تحيد زرعة ودير زرعة في حوض، حيت عندك شي قطعة أرضية وكتكون مقسمة، ها زيد السماد الحيواني، وها أنت كتغرس. خص ما شاء الله رائع، نوريكم واحد الخصة تبارك الله،
شوفوا شو هاد الورقيات ولا منظر فيها. هذا عندك ذاك القص الاحمر تاعو هو ان شاء الله. الطماطم حنا درنا لها الدعامات المتسلقه كتسلق الطماطم ديما نلفوها على هاك على نخفوها من الاوراق كما كنقول لكم دائما نلفوها ونحيدوا لها الخلفات. هاد الخلفات هما هادو هاد السرطانات اللي كيكونوا في الجانب هما هادو. شوفوا هاد السرطان حيدوه. هانتوما السرطانات باش تكون عندو واحد النمو قوي. شوف هادو كلشي سرطانات حيدوهم. اي سرطان كاين في الجنب حيدو وخليوها تسلق ونلفو. تبارك الله كيما قلت لكم هانتوما ان شاء الله غنديرو الحصاد. صافي وصل ما شاء الله رائع. هذه جولة خفيفة كنتمنى تطرقكم وتشجعكم على الزراعات ديالكم. واللي عنده شي سؤال مرحبا راني كنتواصل على الواتساب. اللي عنده شي حاجة داخل او خارج الوطن تواصل معايا على هذا الرقم هذا في الواتساب 0662 06 23 04. مرحبا بكم كاملين والقناة راه ديالكم كاملين. يلا شجعونا بارطاجيو مع الناس شجعونا باش نزيدو نعطيو ان شاء الله الاكثر والاكثر من اللي كتقلبوا عليه. هانتوما شوف هذا بذور ديال البصل. يلا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.